قولولي. طيب هنبدأ كده في وصفة بسيطة، تعالوا كده ننزل المقادير ونعملها سوا مع بعض. بسم الله. عندي كوبايتين من الدقيق، الدقيق متعدد الاستخدامات أو اللي حضراتكم بتحبوا تجيبوه الخاص بيه عمايل الزلابية، بيبقى فيه نوع معين خاص بالزلابية. طيب في معلقتين كبار من اللبن الباودر، وعندي معلقتين كبار من السكر، وعندي معلقة صغيرة من البيكنج باودر، عندي معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، عندي معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار من الزيت، رشة ملح. الشربات لازم يبقى شربات تقيل، ويفضل يبقى من قبل بليلة، يعني اعمله امبارح النهاردة وهعمل الزلابية او لقمة القاضي دي بكرة، او لازم يبات عشان يديه حضراتكم القوام الحلو اللي انتم شايفينه. وهقول لكم معلومة اتقالت لي في اسكندرية، وتحية لكل اهل اسكندرية، لحد كان بيعمل الزلابية دي من اسكندرانية على كورنيش في شارع خالد بن الوليد، وقال لي بيحطوا لها حاجة للشربات، هقولها لكم دلوقتي. الشربات 3 كوبايات من السكر، كوباية ونص من المية، عصير نص ليمونة. التزيين ده يرجع لحضراتكم، اما هنحطها في الشربات او هنزلها في سكر بودره، وممكن مع سكر بودره نخلط شويه قرفه للي بيحب القرفه، وممكن نحط صوص شوكولاته زي ما انتم عايزين، زي ما بتتعمل دلوقتي في المصايف وفي الساحل شغاله زي الفل على البلاج. طيب خليني اخد كده الدقيق. اولا انتم جهزتوا لي المنخل يا محمد؟ المنخل اللي انا طلبته؟ ماشي، انت مجهز لي المصفى؟ تمام. طيب هاخد كده اللبن البودره، بصوا بقى السكر والخميره وهاخد من الميه وايه وهعاير الاول. اول حاجه بصوا انا مثلا هعاير بالكوبايه دي، طبعا الكوبايه اللي حضراتكم هتعايروا بيها اللي تريحكم. هاخد كده بوله كبيره، بسم الله الرحمن الرحيم، وعندي هنا الميه، هحط شويه من الميه السخنه وعليها ميه عاديه عشان انا عايزاها فتره وليست سخنه عشان ما تفسدش الخميره، وليست ساقعه عشان تشتغل على طول وبتدي مطه. ناخد رودينا. يا رودينا انا بحبك قوي يا شيخ عظيم. يا روح قلبي، وانا كمان بحبك قوي والله. عامله ايه؟ الحمد لله يا رب دايما يا حبيبه عمري. قولي لي، عاوزه حاجه اعملها لك؟ ايه؟ عايزه اي حاجه اعملها لك؟ كنت عايزاكي تعملي لي الفشار اللي بالكراميل والشوكليت. الايه اللي بالكراميل والشوكليت؟ معلش، الفشار من عندي ولعندي يا رودينا، بس كده انت تأمري. ماشي، ميرسي يا روح قلبي، بوسه ليكي كبيره، وبوسه كمان لزينه حبيبتي، بقالي كتير ما سمعت صوتها، شكلها بتروح الحضانه وما بتجيش تكلمني. طيب ادي كده معلقتين السكر، حطيت الخميره وحطيت الميه الفتره، وهبدا بويسك كده صغير هقلب دول كده مع بعض. شايفين ازاي؟ شايفين؟ دي فرصة ان انا اقدر اتاكد لو الخميرة لا قدر الله ما هياش مظبوطة عندي في البيت، هتاكد اذا كانت شغالة ولا لا من خلال الخطوة دي. خلاص، الخميرة دي فوائدها كتير جدا، بتعالج حب الشباب على فكرة، وبتدعم المناعة، وبتحسن صحة الجلد جدا، وفيها حمض الفوليك بتحمي الجنين من التشوه، وفيها مضادات أكسدة كتير وبتحمي القلب. زمان وإحنا صغيرين كانوا بيدوا لنا تطهر معدتنا عشان الخمائر دي مهمة للمعدة جدا، كان يعني بابا الله يرحمه كان يعملها لنا كده معلقة خميرة بيرة من بتاعة المخبز، ويجيبها لنا على معلقة سكر، والأول تتهرس كده لما تبقى سايلة يضاف عليها المية، وكنا نشربها لازم علشان الخمائر اللي في المعدة يعني تنقي معدتنا وتبقى دايما معدتنا كويسة. بصوا بقى انا عملت الخطوه دي الاول، انا ما اعرفش يعني هي الميه غالبا كوبايه ونص على حسب نوع الدقيق، ممكن تزيد، هوريكم القوام وحضراتكم هتقدروا ايه، الزياده تبقى بسيطه. انا خدت كوبايه واحده بس حطيتها هنا، حطيت عليها معلقه الخميره ومعلقتين السكر وسبتهم على جنب، الباقي هاخده بس هاخده انخله الاول مع بعضه كل المكونات الجافه. بصوا بقى بسم الله، هحط هنا كوبايتين الدقيق وهعايرهم برضو مع حضراتكم عشان تبقوا انتوا شايفين بالمعيار. خلاص اهو، لازم تبقى الكوبايه ممسوحه كده، شايفين ازاي؟ اهي ماشي الكلام. ادي الكوبايه، هنحط اول كوبايه وناخد تاني كوبايه، اهي، وهاخد اللبن الباودر ومعلقتين النشا والبيكنج باودر. بصوا كده، ادي اللبن البودره، معلقتين، وادي النشا معلقتين بالظبط. النشا ده بيخليها كده ايه، تبقى ماسكه نفسها،
والبيكنج باودر معلقه صغيره بتقرمش. بصوا معلقه صغيره، معلش ثانيه واحده، معلقه صغيره ممسوحه اهي. خلاص ممكن بقى ذره الملح عشان تظبط معانا الحلاوه بتاعه لقمه القاضي. خلينا نشيل دول بقى. بص على الفرخه، يا سلام، بصوا المرقه جميله ريحتها روعه. في بلاد بتقول عليها عوامه، احنا لسه قايلين حالا موضوع العوامه ده. بصوا خلوا بالكم اتسمت لقمه القاضي لان كان القضاة زمان بياكلوها، كانت بتساعدهم على العمل وكانت يعني بتضيف لهم كميه حلوه من السعرات الحراريه. يعني بصوا بقى دي اتصلصلت في صوص الطماطم، انا ما ضفتش ميه قدام حضراتكم، انا عصرت الطماطم الطبيعيه في الخلاط وحطيتها بعد ما صفيتها، واللوبيا بتستوي فيها وده بيخليها اطعم واجمل مع معلقتين الصلصه. انا عايزه اضيف، هاخد من المرق دلوقتي، انا عندي لوش تقريبا، محمد بينشلني اول باول، هاخد شويه بصوا من المرق بتاع الفراخ ازود عليها معلقتين كده حلوين. بسم الله تطعمها شويه. حلو الكلام. وخلاص كده. اه دي مش بتاعت دي، بتاعت دي. مش تقولوا لي يا اولاد انتوا مركزين في ايه وسايباني. وادي الرز، هنقلب الرز اول حاجه تطلع معانا، بس الاول هنخل دول. بصوا كده مهم قوي خطوه النخل دي، بتخلي الهواء يدخل وتخلي العوامات ولا لقمه القاضي دي تبقى فلافي كده وحلوه، فما ما تستهونوش بيها وتقولوا هي خطوه مش مهمه. شفتي مش انا قلت لك هي في اليونان اسمها لقمه ديس، انا بيعملوها بالمستكة والقرفه مع الايس كريم. ايوه كده هو ده الكلام. بصوا بقى هاخد شويه، وطبعا ما تنسوش ان انا لسه عندي باقي من الميه، كميه الميه بتاعتي اللي هضيفها. هاخد شويه الاول بالمضرب السلك. بسم الله مش محتاجه. اولا لقمه القاضي لا تتضرب في الخلاط ولا تتعمل بكبه ولا بمضرب كهربائي، تتعمل بالايد زي ما حضراتكم شايفين عشان تحافظ على المطه اللي فيها. دي اول حاجه. وما تستخدموش، عايزين اللي عايز يحط فانيليا يحط فانيليا في الفتره يعني في المرحله دي مفيش مشكله. هنزود بقى شويه الميه، خليني اخدها الاول بالمعيار احسن كده. هي اللي باقي تقريبا نص كوبايه اهو، هزود بس بقيه الدقيق. وهنبدا نضيف شويه الميه. بسم الله اهو. وتعالوا بقى نبدا نقلبها كويس. اللي عايز يحط فانيليا يحط فانيليا، بس تبقى فانيليا بودره، هتدي طعم حلو طبعا، ولكن بلاش الغامقه اللي هي الخام. الخام هتغمق بس العجينه مع حضراتكم شويه، هتلاقوا قلب لقمه القاضي ما هياش ايه فاتحه وبيضه كده. بصوا هتلاقوها بتمط شويه، شايفين ازاي؟ وبعدين نيجي نرفعها كده تلاقوها بتقطع، هي دي نجاحها بقى، هي لازم تبقى كده. ماشي الكلام. هنسيبها تخمر تقريبا ساعه، ولازم نفضي الهواء منها، وهوريكم حالا هنشكلها ازاي. انا هسيبها شويه بس عقبال ما اقدم الرز والحاجات تخمر، انا مش مجهزه واحده يعني خمرانه، لكن مجهزه شويه نص مقليه هعملها بايديا حالا. هقول لكم طريقتين للناس اللي عايزه تعملها بالايد، والناس اللي مش بتعرف تظبطها بالمعلقه بالايد ممكن تحطها في جيب حلواني وتقصه وتقص بالمقص زي ما بنعمل بالظبط في بلح الشام. دي طريقه ثانيه هتطلع حاجه جميله برده. طيب بصوا هنا اللوبيا سايباه، تعالوا بقى نغطي دي شويه، حاطين لي حاجه اغطي بيها يا ولاد. تمام تسلم، اهم حاجه تطلع مدوره. حاضر. ماشي تمام. بسم الله هنغطي كده، حطوها في حاجه فيها حراره، لو جوه فرن والمطبخ سخن هتقعد نص ساعه. هسيبها هنا جنب حضراتكم. شفتوا بقى احنا عملناها اهو بالمعايير قدامكم. الكوبايه اللي حضرتك هتعملي بيها هي الكوبايه اللي حضرتك هتعايري بيها كل حاجه. بصوا بقى لقمه القاضي، طبعا اول ما بتنفخ ببقى لازم افضي الهواء كده، شايفين ازاي اهي. طبعا ريحه الخميره باينه، ولازم يبقى فيها المطه دي، شايفين المطه دي مهمه جدا. خلاص انا بقى في ليها مرحلتين، عايزه ابعد بس الاول الفرخايه دي واخلي الزيت ده قريب مني
اهم حاجه لو هتستخدموا زيت، طبعا احنا مش عايزين نكتر زيت كتير، لكن الاهم في الموضوع انه يبقى كميه الزيت عاليه شويه، حتى لو هنحطها في حاجه صغيره بس عشان تعرفوا تقلبوها فيها، لان هي محتاجه تقليب طول الوقت. خلاص هاخد كده معلقه بحطها في الزيت، معلقه صغيره، ده التشكيل العادي يعني. خلاص وباخد كده من العجينه، عايزه بس اجرب الزيت هنا اخباره ايه. تمام حلو قوي. تعالوا بقى نحط كده على عشان الزيت يبقى مظبوط. بصوا كده هاخد من هنا في وسط ايدي، دي الطريقه التقليديه العاديه، ببل المعلقه زيت وباخد كده بعمل كده بطرف المعلقه وبزق اهو اهو، وباخد في الزيت تاني. الطريقه لو حضرتك مش هتعملي الطريقه دي وهتعمليها وتظبط معاكي وهتتضايقي من الشكل، هنجيب جيب الحلواني هتمليه واستخدمي الحته اللي قدام وابدأي قطعي بالمقص عشان تظبط معاكي. التخمير بتاعها لما بيبقى حلو هتلاقوها نفخت وحلو، بديها نص قلية، ما ينفعش احمرها على طول واطلعها لو هتاكلوها دلوقتي، لكن كمان انا لو عايزه احتفظ بشويه في الثلاجه لتاني يوم احمرهم هروح واخده اللي انا عملتهم نص قلية، بصوا فيهم ابيض ازاي زي اللي هطلعهم من هنا دول، وهسيبهم في الفريزر قبل ما احمر التحميره النهائيه. ليه؟ عشان لما اجي احمر تديكوا قرمشه رهيبه، ويا سلام لو انتم مش هتستخدموا كل الكميه وباقي عندك كميه ثانيه، هيبقى انت احتفظتي بيها نص قليه وشيليها في الفريزر ما يجرالهاش اي حاجه، وارجعي طلعي من الفريزر وحمري تطلع روعه. بصوا كده برضو بصوا بقى، انا معلش عشان انا مضطره البس الجلافز واقلع الجلافز بصوا كده بصوا، طبعا التقليب طول الوقت مهم، التقليب طول الوقت مهم، شايفين ازاي؟ استاذ فضل اين انت؟ يا سلام لازم نقلب كده تقليب، وتلاقوا كده الراجل ساعات بيغطسها كده صح؟ اقول لكم بقى الفكره اللي قالوها لي في اسكندريه على الشربات، اما بقول له بيبقى تقيل وحلو كده ازاي؟ قال لي والله قال لي بنحط عليها ملح ليمون وشبة حلواني، ملح ليمون وشبة اسمها شبة حلواني، السبايدر لقيته اهو، شايفين ازاي؟ شايفين؟ انا هحمر لكم دول بقى لان ايه؟ دول خلاص لازم يطلعوا، بعدين نحط التانيين دول معاهم بسرعه، اللي كانوا في الفريزر اللي احنا مسقعينهم نص قليه. خدوا بطرف المعلقه، هعمل لكم واحده ايتين كمان كده تشوفوهم، بطرف المعلقه علشان تطلع مع حضراتكم دوره وحلوه. شويه حلوين اهم، بصوا هتتبسطوا بيهم قوي اهو، شايفين ازاي؟ الله الله. هنزلها بقى دول شويه في الشربات عشان احنا عاملين شويه بالسكر، لان هننزل في الشربات وتاكلوها بالف هنا وشفا. تعالوا نعمل لكم تعرفوا بصوا ازاي. ادي المعلقه هاخد بايدي هنا، لازم ابطئ اطلع الهواء وبعدين اخد واعمل كده، يلا بقى كده، وهاخد طرف المعلقه في الزيت وهاخد كده بين ايديا وابدا اضغط لفوق، واخد بطرف المعلقه فين وبزق بصباعي ده، خلاص بنزلها كده خلاص، مره على مره هتظبط ما تخافوش. ولو انتوا مش عايزين الطريقه دي مفيش مشكله، انا قلت لحضراتكم الطريقه الاسهل، مش عايزاكم تتضايقوا وهنعملها، وهتنزل من جيب الحلواني واحده واحده بالراحه ونقصها والمقص ينزل في الزيت. بصوا بقى بصوا طلعت مدوره وحلوه ازاي اهي. حاضر نشيلها بقى خلاص، احطها في الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا شيمو دخلتي يا شيمو علشان تدوقي حته مرمطي الطبق يا شيمو، ينفع كده؟
قفشتك يا شيماء، هي مش قاعده؟ هربت اكيد، عرفت عملتها. بسم الله. بسم الله. يا سلام. اهي. ممكن بقى بس اشيل ده عشان دي ايه ما تروحش مننا. في شربة ميه. طبعا بنطلعها على مصفى الاول، الزلابية لازم تطلع الاول او لقمة القاضي على مصفى زي دي كده. كده. نصفيها وبعدين نرجع نحطها في الشربات. بصوا بقى، بصوا اللي احنا عملناها الجديده اهي، البيضه دي شايفينها؟ البيضه خالص ابيض واحده فيهم. بصوا بقى اهي، اعملوا بس الحركه دي كام مره كده، هتلاقوا نفسكم هتاكلوا احلى لقمه قاضي. يا سلام لو عندكم مناسبه تاني يوم وعملتوها بس نص قليه كده. الشربات هنحط 3 كوبايات سكر، قلنا مقادير الشربات 3 كوبايات سكر على كوبايه ونص ميه، هنحط عليهم عصير ليمونه، اللي عايز يضيف معلقه كبيره من عسل الجلوكوز يضيف. هنغلي مع بعض اول ما يبدا في الغليان، هنبدا نعد 10 دقائق وبعدين نطفي ونسيبه، وبعد ما يهدى يدخل الثلاجه يبات ليله عشان يدي التقل اللي حضراتكم هتشوفوه. خلاص اهو اتفقنا ان احنا نقدر نشيل لقمه القاضي دي وندخلها فين؟ ندخلها الفريزر. سيبوها الوقت ما تكونوا عايزين، اعملوها نص قليه وطلعوا حمروا الجزء الاخير وكلوها واستمتعوا بيها. عايزين صوص شوكولاته؟ عايزين؟ انا عامله لكم دي بصوص الشوكولاته، احط لكم ايه شويه في حالا. انا معاكم حبايبي. ماشي يا فندم. بصوا شايفين سامعين؟ نسيب دي خالص ونطلع. روعة. يلا نجهز دول. حاضر. شايفين ازاي؟ نغطس كده، بيحط هو دي تنزل كده شوية. رش رشة بقدونس على الدجاج كده. ايوه. ونطلع بقى شويه الاخرانيين دول. بصوا. روعه، اهم حاجه الزيت زي ما قلت لحضراتكم، مش مهم يبقى كتير قوي، المهم يبقى في مكان باين فيه عمق الزيت. علشان لما تحمروها تبقى تمام وتقدروا تقلبوها فيه. خلاص دول كده عايزين يتحمروا. تعالوا بقى دول ناخد كده شويه في طبق ونحط صوص ايه؟ اشلكليطه صح؟ حاطين لي طبق. بسم الله اهو. سامعين الصوت؟ سامعين القرمشه؟ يا نهار. غرقوها بقى شلكليطة واتبسطوا بيها وصحة وهنا على قلب حضراتكم. شايفين الجمال؟ أحلى حاجة إنها تبقى سخنة والشوكولاتة تنزل تدوب كده عليها وتغطيها وتبقى روعة. وطبعا أتمنى يا رب إن نكون قدمناها بطريقة بسيطة سهلة، قدرتوا تعرفوا إزاي تشيلوها وتحتفظوا بيها. مش شرط تفضل عجين، شكلوا العجين بس ودوها نص تقلية ويلا. ادي واحده بالسكر البودره وادي واحده بالصوص الشوكولاته اللي حضراتكم شفتوه معانا. وطبعا اتمنى يا رب النهارده الحلقه تكون يعني نالت اعجاب حضراتكم، تكون بسيطه
حبايبي تسلموني، واشكر كل متابعينا الكرام وعلى حسن طبعا المتابعه. وطبعا كل اسبوع بنعمل الوصفات اللي حضراتكم بتطلبوها مننا علشان دايما نكون في الاولويه، انتوا عندنا في الاولويه، وطالما احنا عند حضراتكم قناه الاهلي ومتابعيها في الاولويه، احنا كمان ما نقدرش نتاخر عليكم في حاجه.